بالله انا انا تعبان واخد دور برد، وانت على طول شغاله كده في انت ايه؟ ايه اللي حصل لكم؟ خلاص بقت الدنيا كلها وصفات، بقت الدنيا كلها اكل، هتعملي ايه؟ هقول لك على حاجة، قول. هقول لك على فزورة، قول. ولو عرفت تحلها انا هشتغل وعك بنفسي، ولو ما عرفتش هتخش تعلمني، عشان مش معقول كده هتسيبني. طيب فزورة بخصوص وانا هقول لك الفزورة بخصوص ايه، انت اللي هتحل. طب مين اللي قالك عليها في الجرايد يعني ولا ايه؟ ما انت عارف ان انا بكتب فوازير. طيب اتفضلي بسرعة 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 كده. عالي ومش في النخلة، حلو، مقلي بالزيت وبالشربات يحلى. عالي ومش على النخلة، البطيخ. المهم كمل. استنى بقى ما اكمل بقى. اه اصله مش شام، واحنا عملناها احلى. مش احنا طبعا، عشان انا عايزه اتعلمه. حلو، عرفت. واحنا عملناها احلى. استنى طب لما تشوف لي الاخر. طب قول عرفت ايه؟ الفستق الحلبي. لا اله الا الله. طب كمل، مش من الشام. كمل. طب على راي المثل، ولا طالب ولا طال عنب اليمن. هو الفستق الحلبي. طب خليكم شاهدين عليه، هيخش يعلمني، لان والله ما بعرفش اعمله. انا عارفه مقاديره ومحضراها حلو، بس هو الرك على الصنعة، وهو صنايعي كويس قوي قوي فيها، لازم يخش يعلمني. طيب يلا. بلح الشام مقاديره سهله جدا، هكتبها لكم. انا ما بعرفش اقولها انا بالجرار، هي بتعرف بالكوبايه. يكون عندي كوبايه ميه، كوبايتين الا ربع دقيق، وهقول لكم بالجرام. ربع كوبايه زيت او 7 معالق كبيره زيت، معلقتين كبار نشا، 3 بيض، وادي الفانيليا يا هانم. يعني انت حليتها؟ ايه ده، معقوله؟ معقوله يا قلبي يا بلح الشام. وبعدين طيب نجيب الكاميرا على المقادير عشان نشوفها مع بعض. طبعا زي ما اتعودت معاكم، عشان انا كنت بعاني نفس المعاناه دي، المقادير بالكوبايه مش بالجرام، وحاسبها لك بالجرام في صندوق الوصف. دي كوبايه ميه، ربع كوبايه زيت، معلقتين كبار نشا، وكوبايتين من نفس المج الا ربع دقيق، كوبايتين الا ربع دقيق، وحاسب لك المقادير بالجرام وبالكوبايه في صندوق الوصف. و3 بيض وعليهم رشة فانيليا. تمام. الطريقة بقى شيفنا المعتبر هو اللي هيعلمها لنا. قول لي بقى أعمل إيه؟ هنبدأ دلوقتي، هنبدأ دلوقتي نجيب حلة وهنحط فيها المية والزيت. حطينا المية والزيت، وبعدين ما بياخدش معايا لا سكر ولا أي حاجة، ممكن رشة ملح صغيرة. مش كبيرة الحلة اللي أنت جايبها دي؟ لا يعني مش مشكلة، ممكن انتوا بقى تبقى تحطوا في حلة تانية. المية دي، المية والزيت بتاعتنا هنغليها غلوة على النار. بعد ما تغلي هننزل عليهم بالدقيق اللي هم كوبايتين. طب هغليها واجيبها. هوب. النشا، لا ما انا هنزل بالدقيق قدامهم، بس هحط المية تغلي واجيب لكم الكاميرا هنا. النشا هنا مش هينزل على السخن، في كتير ناس بتنزل على السخن. النشا هنا بينزل مع البيض في الخفق بايدينا، مش هنشتغل بعجان مع بعض، وهنشوف سوا هنعمل ايه. اما الميه تغلي هرجع لكم تاني اوري لكم هنعمل ايه. لازم الميه تغلي الاول، وما نخليش الميه تغلي كتير. اول ما الميه تغلي عشان ما تتبخرش، اول ما الميه هتغلي معايا تغلي ولا تنمل؟ لا هتغلي على تنمين. تنمل. يعني يبقى فيها حاجات صغننه طبعا. انا مجهز هنا زيت نظيف للاليه اللي حضراتكم شايفينه ده، لان انا مش هولع عليها الا بعد ما اقطع بلح الشام. يبقى عشان بلح الشام ينفع يا جماعه، بصوا انا بلح الشام بديكم خبرته واشتغلته في اكبر ممكن محلات. ممكن تديني انا الخبره ومالكش دعوه، اديني انا. قول لي قول لي سعادتك، انا اشتغل، ما انت عارفه انا اشتغلت فين. لا لا قول لي اعمل ايه. قول لي اعمل ايه. لما الميه تغلي بس. لما الميه يبقى تغلي. الميه والزيت يغلوا، ما يتعملش بالزيت. زي ما انتوا شايفين الميه بدات تغلي، انزل بدي يا شفنا. ما بداتش تغلي ولا قالت حاجه حتى. نملت نملت نملت. قولي لي الفزوره كده تاني. صحيح. لا عالي ومش على النخله. ايوه. مقلي في الزيت وبالشربات يحلى. اصله من الشام، واحنا عملناها احلى. انزلي بقى كده فزق الحلبة اهو. هدي لي بقى النار هنا، هنهدي النار. هاتي 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 هاتي، ما تدسوش المواعين كده. يلا اقلب يا شيفنا. قلب لغايه ما تديكي عجينه. حاضر حاضر حاضر. احنا كده موطيين النار. احنا وضعنا النار تماما تماما تماما. حلو
قوي، برافو عليكي. احنا طبعا مش لو عندنا عجان، عندهم عجان هتستخدموا الكف طبعا، 90% مننا ما عندوش عجان. عشان كده احنا النهارده هنشتغل بايه؟ هنشتغل بايدينا. هاخده دلوقتي على الرخامه وهوريكم دلوقتي لما اخده على الرخامه هبتدي اعمل فيه. يلا خلاص يا شفنا. تمام هوب، شايفينه على الرخامه. هو اللي بقى حاجة. هنا العجينه حطيتها على الرخامه لان انا بالتالي ما عنديش ايه، هيبقى سخن على ايديكم شويه، تقدروا تعملوه بمعلقه او بمقصوصه على الرخامه عشان العجينه تنعم معايا بالشكل ده. خلاص وبعدين بنعمل ممكن ايه؟ ممكن العب انا؟ لا ده مش لعب، اعمل كده. صنف من الاصناف يعني، بلح الشام والبسبوسه من الاصناف المهمه جدا اللي دايما. اه والله ونفسي اتعلمه زيك كده. شايفين ابتديت اعمل ثقوب كده بصباعي عشان العجينه تبرد. اه شفت انا فاهمه ازاي؟ برافو عليك. هبتدي اجيب طبق عشان العجينه مثلا بعد ما هتبرد، مش لازم تبرد او تسقع قوي، هبتدي بعد كده انزل بالبيض اللي عليه الفانيليا، بيضه بيضه. بعد ما احط 2 بيض من هنا والعجينه لازم العجينه هتخرز مني وبعد كده هتشرب البيضه وترجع لطبيعتها. بعد ما احط 2 بيض هحط النشا ده على البارد، اللي هم المعلقتين الكبار اللي هم على ربع كيلو دقيق. مشاهديني حبايبي ركزتوا وعارفين بيقول ايه ولا عيد؟ انا كمان اعيد صح؟ عايزين نعيد كده. بحط اخر بيضه معايا بعد النشا. بعد النشا هنبتدي ناخد كده، هحط اول 2 بيضه اهوت بالشكل ده وابتدي بايديا كاني فاكرين زمان كنا بنعمل ايه؟ بنهرس الطماطم ازاي؟ كده لغايه ما العجين يشرب البيض اللي عندي اخليه يشربه وارجع لكم حالا اوري لكم الدنيا فيها ايه. كده بلح الشام خلص. الشرط اللي بعد كده ضروري جدا، هيتقطع على الزيت بارد، هيتقطع على الزيت بارد، وضروري جدا يكون الشربات بتاعه تقيل. هنروح على البوتاجاز ونتكلم مع بعض. طبعا لازم الزيت هنا انا طافي عليه النار تماما اهو. هنبتدي ان احنا نقطع الاول، بننزل كده حنان اهو، مش عايز طويل قوي، انا عايزه زي التركي. حاضر. البلبله يا جماعه هي عامله كده اهي، او اي نوع بلبله عندكم، مش هي دي يعني بلبله بلح الشام. شايفه اللي هم الاتراك دايما يعملوه صغير كده، او فتسيه بس، او لابوار في رمضان بيعملوه كده. هنبتدي نولع الزيت في المرحله ديت عشان عبال ما يسخن اكون قطعت. تعرفي تقطعي كده؟ اولع ولا اقطع؟ انا هولع. انا تولعي ده، انت عايزه تولعي فيا. على النار عاليه كده ولا النار واطيه؟ بصي مش هندوس من فوق. لا نار عاليه. عاليه؟ مش هندوس من فوق كده عشان مش هينزل. لا ناخد شويه وندوس من تحت. استنوا انا هتعلم كده. انا هتعلم. وما تطوليش الصباع عن كده. حاضر. يلا. انا شايفك. معايا؟ حط صباعك زيت. برافو عليك التعليم بسرعه. ها طولي شويه. ايوه كمان بس، برافو عليك. حلو كده. مش كل مره هنقص صباعنا زيت. حاضر يا شيف. عشان ما بلش الكيس. حاضر يا شيف. عايز شم بسرعه بقى شويه كده. سرعه ايه؟ سرعه مين؟ وفي حد اول مره يتعلم يشتغل بسرعه؟ ربع كيلو بيطلع كميه كويسه جدا. مشاهديني حبايبي شايفيني انا شغاله اهو بداية. ده السيرب، كيلو سكر، نص كيلو ميه، ربع معلقه صغيره ملح، ليمون. هيغلي في حدود 10 دقائق، واخد معلقه صغيره احطها في الفريزر اشوفه تقل بقى زي العسل النحل ولا لا. لازم ملح ليمون، ده قشر برتقان قرنفل بيحليه معانا. شفنا لازم ندفي السيرب شويه شويه، ما يبقاش سخن، ده بارد وده سخن. شفنا عشان يشرب. اخد طاسه ولا كده كفايه؟ املي. طب خلاص انا اتعلمت. لازم السيرب يبقى دافي بس شويه عشان يشرب مني بلح الشام. اما لو السيرب عندي
بارد ممكن تلاقوه ما يشربش منكم من جوه. انا بديكم بس التكه اللي هي بتاعتكم اللي انتم محتاجينها. قولي لي انت اخبارك ايه في التقطيع؟ حلو ممتاز. على فكرة الشيف ما بيشكرش في حد، لو انا وحشة هينتش مني الكيس ويقول لي امشي من هنا. ماشي؟ اخد عنك شوية؟ لا مش بعد ما ظبطت ايديا تقول لي اخد عنك شوية. يلا برافو عليكي. تمام؟ لا اتعلمي بسرعة. لا ده انا شاطرة قوي عجبك. شايفين يا جماعة؟ ابتدت هي رغم انها كانت الحاجات دي هي عايزاها اتعلمتها بسرعة. انا عايزة اقول لك والله اول مرة اقطع بلح الشام بايديا. ماشي قومي اتشجعي واعملي عرفت حل الفزوره عالي ومش على النخله. ايوه يبقى بلح الشام مقلي في الزيت وبالشربات يحلى وبالصابون يحلى. اصله مش شاه واحنا عملناه احلى. لا والله الشاميين بيعملوا تحفه بصراحه يا عم. ده عشان الزيت عشان مش عايز يبقى ليها ايه ديل. لا مش ديل، هو انا بتكلم في ايه مش عايز يبقى ليها ايه؟ الزيت ساخن. اه ما هو ده، انا هحط ايدك في الزيت. يا سلام حرام عليك. ما قصد انزلي بقى في الزيت مش صوابع. صوابع بلح الشام مش صوابع حنان. ما تعملي لي صوابع زينب صحيح. عيني انا على فكره شاطره وبعمل صوابع زينب حلوه قوي قوي قوي. خلاص بتشكليها على كرتونه زي ما بيعملوا؟ كرتونه ولا على المبشره؟ ممكن مبشره ممكن كرتونه. هتقولي لي مش صح هقول لك بلبسها كيس اوريك ازاي انا، بس بعدين خليني ابدا. طب خلينا الفيديو الجاي هيبدا بلح الشام يعوم على الوش دلوقتي. ماشي هيعوم من غير عوامه يا شفنا. هيعوم من غير عوامه يا شفنا. دم تقيل صح؟ لا بحاول اركز فيها شويه. ماشي شكرا. مع انك لما بتقول اي حاجه بضحك عليها. والله نفسي اضحك وحياه ربنا. هجيب لك شويه زغزغه. ماشي لا اي حاجه هي بس. الرجاله كده بتستقتل دم الحريم. والله ما استقتلت بسم الله حاشا لله. وانا كل ما تقول بس اقول ها 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 ها. اللهم اخزيك يا شوشو. ليه مجامله ليه؟ عشان تتعلم. انا شايفه الطاسه اتملت وخايفه تزعق حاجه. شوف انا عمري ما بزعق ده عشان المشاهدين يشوفوها. ندفي النار دي بقى خلاص. انا دفيته بس. ها تاني؟ اه وريني بقى انا اخد الباقي كده. يا ريت الله يبارك لك. بصوا بقى انا هنا اهو اهو. هنبتدي نقطع كده اهو. هتلاقوه ابتدى يعوم. النقشه ما بتروحش ليه؟ عشان النشا على البارد. طب اقول حاجه تاني؟ قولي لي. هيعوم من غير عوامه؟ طب حلو والنبي اضحك اضحك. هرد اقول لها ايه؟ اضحك اضحك اضحك. شايفين يا جماعه؟ مشاهديني يضحكوا والنبي في الكومنتات وابعتوا لي ها 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 ها. ادي كده هيبدا يعوم على الوش. ما نقلبوش دلوقتي. بنبدا ان احنا نعمل كده نهز الطاسه. النشا اللي انا حطيته على البارد هو اللي بيحافظ عليه ان هو يفضل النقشه فيه. لو زودت البيض شويه يبتدي يفرقع. طب والله انت استاذ. طب والله انت استاذ. انا مش عايزه اقول لك وربنا اللي عملته من كام يوم وباظ مني. والله من ورايا؟ اه. خليش النار شديده قوي بس كده. يا معلم والله معلم. يا جدعان والله العظيم الراجل ده استاذ استاذ. بس انا اتعلمته انا اتعلمته. ماشي. عايزك تعمليه في البرنامج للناس بقى في اكله شهيه. يا لهوي لا تقيل عليا على الهوا ده. طب اعملي لهم البسبوسه كانوا طالبين. اعمل بسبوسه وبسيسه واعمل كيكه وكل اللي هرجع لكم بعد شويه يكون ابتدى ايه يلون معايا واشوف ايه. زي ما احنا شايفين لا النقشه راحت ولا الصباع فرقع لانه نازل على زيت بارد. حتى لو حبيت ان انا اعمل طاسه ثانيه لازم اسيب الزيت يبرد عشان ما يفرقعش مني بلح الشام. شايفين الصباع عامل ازاي؟ كل الصوابع النقشه موجوده ما فيش صباع مفرقع. ليه؟ زي ما اتفقنا والنشا نزلناها على البارد. السيرب عندي تقيل. السيرب بيبقى بارد وبلح الشام سخن يخرج من الزيت على السيرب. بارد ولا دافي يا شيفنا؟ انا خايف هم يحسبوه سخن مغلي. لا مش سخن السيرب دافي. يبقى دافي عشان الصباع يشرب من جوه. بالظبط. احنا لسه مستنيين بلح الشام ياخد لون اغمق من كده شويه. براحتنا هو استوى لكن احنا براحتنا. ممكن المصفى اللي فوق الشنوار يا دكتور.
هناخد كده اي مصفى على ماجد. شكرا. ونبتدي نطلع الصوابع بتاعتنا عشان فورا اللي هيطلع نبدا نحطه في الزيت في السيرب على طول ما نسخ، ويكون السيرب كتير قوي كده زي ما انتوا شايفين كده، ما يكونش كوبايه، عامل كوبايه سكر نص كوبايه ميه، عشان كده مش هنسيب مقدار السيرب في صندوق الوصف ان شاء الله. شايفين لازم الاول كده وهو سخن، الحاجه ما تبقى سخنه قوي هتشرب على طول عشان بتشكم وما يبقاش شارب من جوه. وايه اللي يخليه ما يكرش تاني يوم يا شيخ؟ عموما بلح الشام، لقمه القاضي، صوابع زينب، بتبقى دي حاجه اليوم بيومه، لكن عشان ما تطراش بديله عسل جلوكوز، يعني بحط في حدود 200 جرام على كيلو سكر عسل جلوكوز يفضل محتفظ، بس ده بيقعد بالثلاث ايام. الطريقه دي اتحرقت بس مش جامد، يعني بيقعد بالصوره ديت على مهلك على مهلك. اصل هو المفروض ايه؟ طبعا مش المفروض ان انا اشيل بمقصوصه، بس انا بالاسباتول كده، بس ايه المفروض اشيل بالمقصوصه، بس انا واخدهم هناك عندي في القناه. شايفين بقى كده، هخليه يشرب كده خمس دقايق وارجع لكم. شايفين اللون بقى عامل ازاي؟ عارفين ده من غير عسل جلوكوز، لو عسل جلوكوز هتلاقوه بيلمع، افرجكم كده بس على منظره. شايفين عامل ازاي؟ ولا صباع غير التاني، كله زي بعضه، تركي تركي. هرجع لكم بعد شويه اصفيه من الزيت، وانا بحب اعمل بلح الشام ده عشان في واحد حبيبي بيحبه قوي فمش عايزه يجيبه من بره، دايما اعمله له. هنبدا دلوقتي نصفي كده كل بلح الشام. شايفين زي ما بتروحوا كل صباع، اخد واحد اخد واحد اخر خالص خالص. شايفين عامل ازاي؟ اخد واحده فاضي من جوه، اخد واحده هحطه لك كله دلوقتي. بيتصفى تماما كده اهو مع قشر البرتقال او القرنفل. تلكاتي طبعا. شايفين ده من ربع كيلو من ربع كيلو دقيق. بوم 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 من ربع كيلو دقيق يا جماعه، بيبيعوا بره الست صوابع بخمسة جنيه. شايفين بقى كده يصفي شرباته. شايفين شايفين عامل ازاي معايا هنا؟ اهو كده تمام. تحفة قوي قوي قوي. هنشوف كده. يا عيني عليك يا حنونة وعلى النظافة اللي هتقعدي تنضفيها. شايفين الصباع عامل ازاي؟ خلاص؟ دي طريقته يا جماعة، ومش عايز أقول سر عشان ما بحبش كلمة سر، بس تيبيكال زي ما كنا بنعمله في تسيبس أو لو أو لابوار أو كرنفال. نفس المقادير دي. حلوة؟ أكمل دي؟ لو عجبكم الفيديو قولي هانتي بقى عشان ما بعرفش اقولها. تعملوا انا اللي بقول سبسكرايب سبسكرايب سبسكرايب. لو عجبكم الفيديو لو عجبكم الفيديو قولها بقى لو شاطر. هتعملوا سب سبسكرايب هي ايه سبسكرايب؟ اشتراك. اتكلموا عربي. انا عايش عارفه. اعملوا اشتراك ودوسوا على السهم عشان يجي لكم الفيديو. لا لازم نقول احنا بقى يعني سبسكرايب. لو عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب وسيبوا لي كومنت حلو عشان ارد عليكم. السلام عليكم.